ذلك لأنه يقوم بعملية زيارة فقط جميعاً. وهذا مهم. ونتكلم في موضوع مهم كما نوه عنه وهو ما يخص الجميع من الشخصيات اللي في حياتنا كبار صغار نساء وهو منتجات العسل وأهميتها للكل. في بداية الأمر وأهم ما يجب أن نعرفه ماذا نقصد أو ماذا نعني بمنتجات العسل. عندكم منتجات هي مهمة جدا، أول مادة اللي هي التربر وثانيا اللي هي حبوب اللقاح وثالثا الغذاء الملكي. راح نجيها واحدة واحدة ونشوف شنو نقصد بها وشنو أهميتها. النوع الأول اللي هو التربر اللي احنا نريد نعرفه شنو. أول شيء خلية النحل أو النحل بصورة عامة عندما يعمل الخلايا اللي يعني يخلي بها العسل يحميها بمادة شمعية تغطيها. هذه المادة الشمعية لها أهمية كبيرة جدا، تحافظ على العسل ومنتجاته والبيوض الموجودة أيضا من إيش؟ من الفيروسات والبكتيريا والماء والرطوبة وكل الشوائب اللي موجودة ممكن أن تصيب بالخلية. عندما أخذوا هذه المادة وشافوا اللي هي تسمى التعبر والدعوة فيها هذه شنو أهميتها وشنو استفاد منها الإنسان بصورة عامة. أول شيء من المقدمة فهمنا أنه هذه المادة لها أهمية كبيرة جدا في عملية إيش؟ حماية خلايا العسل أو المنتج العسل من إيش؟ من الفيروسات والبكتيريا، وهذا السبب فهي تكون مقاومة كبيرة جدا للبكتيريا والفيروسات يعني بشكل كبير جدا وحماية، ومن ذلك تستخدم في إيش؟ أيضا في تخفيف من هذه من تأثير هذه الكائنات على الإنسان. لها دور كبير جدا ومهم جدا وتعتبر أنتي أوكسيدنت لا بأس به ومهم يعني ينصح به كثيرا مكان ما أنت تروح تستخدم أي علكة أو أي شيء ممكن أن تستخدم هذه المادة حتى تقيك من كثير من الأمراض والمشاكل منها مشاكل يعني البلعوم ومشاكل الأغشية المخاطية في الأنف والتحسس وأيضا تقوم بعملية تخفيف من هذه الكثيرات كثير البكتيريا. إضافة إلى ذلك فإنها تقوي الأسنان وتقوم بعملية جعل رائحة الفم جيدة حيث أنها تقوم بعملية إزالة كل التأثيرات البكتيرية من الروائح وغيرها من مكونات تكون داخل الفم. لها تأثير كبير جدا ومشافي جدا لأمراض يعني لمشاكل اللثة والخصوصا ما تكون ما بين الأسنان حيث لها تأثير كبير جدا. هذه المادة لها يعني تأثير ويعني فعلي على الجهاز الهضمي وتقوم بعملية إيش يعني تحسين سلوكيات أو عملية الهضم وتحتوي على كمية كبيرة أيضا من الفيتامينات فيتامين إي وسي وأيضا تقوم بعملية تقليل تأثير العمل البكتيري أو البكتيريا في المعدة وذلك نلاحظ أنها مهمة جدا. من ذلك يعني مشاكل السرطان القولون اللي موجودة أيضا والكثير منها تأثير كبير جدا أيضا على يعني هذه المكونات. كثير من التأثيرات الأخرى إضافة إلى بعض المعادن ومن هذا نلاحظ أنها لها دور كبير جدا في تصفية ومساعدة الكبد على التخلص من الشوارب وتقليل الإنزيمات الضارة وتحسين من عمل الكبد. هذا بالنسبة ملخص سريع جدا لإيش للتعبر وهو المادة الصمغية لتحمي العسل ومستفاد منها الإنسان بشكل كبير. ثاني حبوب اللقاح، حبوب اللقاح احنا بنعرف شنو حبوب اللقاح نسمع بها كثير. حبوب اللقاح عندما النحلة تروح إلى الأزهار هي عملية يعني متبادلة المنفعة ما بين الزهرة والنحلة حيث أن النحلة تقوم بأخذ الرحيق وصناعة العسل وأيضا تقوم الزهرة بتكوين
او حبوب اللقاح بمكوناتها المساعده عمليه انتقال من العنصر الذكري الى العنصر الانثوي بالازهار. يعني تمسك حبوب اللقاح في ارجل النحله، وعندما تنتقل هذه الحبوب او تنتقل هذه النحله الى الاعضاء او الزهرات الانثويه او الاعضاء الانثويه، تقوم الخليه او الزهره باخذ او التصاق حبوب اللقاح على الاجزاء الانثويه بالزهره، وثم تحصل الاقصاب وغيرها. ما يهمنا هنا انه بعض الحبوب اللقاح او حبوب الطلعه الموجوده بارجل النحله تأخذ، يعني تبقى في القوين، تبقى في النحلة. عندما تعود الخلية هناك أحلاق خاصة تكون بانتظام هذه العاملات اللي كانوا يشتغلون حتى يجيبون عسل للخلية، تقوم بعملية أخذ هذه الحبوب اللقاح وتغطيها بنوع معين من اللعاب الخاص بالنحل، وتسمى مادة غذائية قوية جدا قوية جدا، وتسمى خبز النحل او خبز العسل او خبز النحل. هذا شنو هذا؟ هذا غذاء يستخدم للمن الى خلايا يعني النحل العاملات اللي لهم نشاط قوي جدا وحركات، ومن هذا نستنتج ان هذا الغذاء يكون حاوي على كميه من المواد الغذائيه الكامله جدا والعاليه جدا، حيث انه اكدت الدراسات ان هذه حبوب اللقاح او الموجوده مع لعاب العسل تحتوي على اضعاف اضعاف كمية البروتين الموجود في اللحوم، ومن هذا تعطي يعني احنا نفهم من هذا الشيء انه لها دور كبير جدا ومهم في اعطاء غذاء كامل ومتكامل يعني للجزء او للنخلات اللي عليها عمل مستمر وطاقة. شوف يعني بصورة عامة انه كل شيء خلقه الله طبيعي له فائدة كبيرة جدا. يعني اي شيء مصنع هناك تدخلات كيميائية ومعملية وغيرها، ولكن الطبيعي له، وطبعاً لما نرجع على التصنيع له مضار وفوائد، يعني هناك نسب، بينما في الطبيعة تكون نسب الفوائد كبيرة جداً أكثر من السلبيات أو غيرها. هذا سنرجع إلى هذه الحبوب، لها كمية كبيرة جداً من البروتين اللي هي أضعاف أضعاف قلنا العطر اللحوم، إضافة لذلك فإنها تحتوي على يعني تفهم تعطي القوة والغذاء الكامل لجسم النحلة العفو، ويؤدي إلى إيش؟ إلى أعطائها ديمومة واستمرار في العمل. ثاني يطيل عمر الفترة الزمنية للعمل لأنها تعطي طاقة كبيرة جدا، حيث أنها تحتوي على كمية كما أضفت إلى من البروتينات إلى الأمينو أسيد، وهذا شيء جميل جدا. والجميل في الأمر أنه هذه المادة يعني تهضم منها فيها، حيث أنها تزود الكبد بإيش؟ الإنزيمات اللي هضم أو الجهاز الهضمي أيضاً الإنزيمات الهضمة لهذه المواد، وتكون المخلفات الأيضية أو المخلفات الناتجة من عملية هضمها قليلة جداً وتكاد تستخدم بالكامل. شيء المهم الآخر واللي لازم نعرفه أنه هذه حبوب اللقاح تقوم بعملية إعطاء باور، يعني قوة طاقة. هذه الطاقة يحتاجها الرياضيون حتى يحصل على جسم مثالي ولنومه، ولهذا ينصح دائما باستخدام هذه حبوب اللقاح بكل اللي يستخدمون الرياضة، وحتى الناس العادية الأطفال والكبار والكسور بدون استثناء. يعني المعلومة المهمة لازم تعرفها قبل أن أسترسل الكلام، أنه العسل هنا يعني كمنتج عسل أو منتجات العسل لا يمكن أعطاؤها للأطفال دون سن السنة نهائيا، لأنه يعتبر سم أبدا، لا يجوز إعطاء العسل لأعمارهم دون السنة. ثانيا أنه الناس اللي قد يسعوا بالنحال قد سبب من حساسية، وهذا أيضا له تأثيرات كبيرة جدا في لازم يتأكد الشخص اللي يسعى بالنحل أكثر من مرة أنه ما عنده تخصص من منتجات العسل أو العسل نفسه أو منتجات العسل بالخصوص. والأمر الثالث اللي يستخدمون المسيل للدم، جماعة اللي يعني عندهم مشاكل في القلب وغيرها ما يقدر يستخدم منتجات العسل إلا بالعودة للطبيب، يعني يعرف هل أنه يؤثر أو لا يؤثر. هاي ثلاث أشياء لازم إحنا ما ننساها. إضافة لذلك كما ذكرت أنه ينفي له بروتين وينفي له معادن وينفي له فيتامينات، وأيضا يعتبر يعني هو يزيد من الأستروجين ويقلل من التستيرون في الجسم، وهذا يعطي حيث يقوي ويعطي دافع قوي جدا
للخلايا الأصلية ويعطي نشاط جنسي قوي جدا خصوصا للذكر الذكور أو الرجال، وهذا يقلل أيضا من التستوستيرون في الأناث، ولا تستوستيرون يكون ليس كما في الرجال. إضافة لذلك يزيد من إيش من الخصوبة والقوة لدى الرجال. هذا نلاحظه في إيش في خبز النحل اللي هو حبوب اللقاح اللي لها أهمية كبيرة جدا. أيضا يعتبر أنتي أوكسيدنت قوي جدا، حيث أنه يعني يؤثر وفعال جدا على عملية أي التهاب في الجسم، في كل الجسم عندما تكون هناك التهابات فإن حبوب اللقاح لها تأثير قوي جدا ويساعد في عملية الشفاء من هذا من هذه الأمراض، وله قابلية يعني شيء مهم جدا إنه يعني سرعة الاستشفاء من أي مرض تكون أضعاف العلاجات الأخرى المصنعة اللي له قوة عالية جدا، لأنها تحتوي على فيتامينات وفيتامين سي وفيتامين إي وأي أيضا، ولهذا فإنه يعتبر أنتيبيوتيك قوي ويستطيع أن يخلص الجسم من الشوارد التي تؤدي فعاليات الأعضاء الجسمية خصوصا الكبد، حيث أنه يخفف من السمية المواد الموجودة اللي تعمل الكبد ويعطي قوة ويعطي يعني دافع قوي. لهذا السبب نلاحظ أنها تقوم بعملية أنت يعني من الأول ولا والثاني نلاحظ أنه يقوم بعملية يعني تقليل تأثير الفيروسات، لأنه ما يقتلها ولكن يقلل تأثيرها ويحبط من عملها، إضافة لأنه ينهي تقريبا تأثير البكتيريا، ولهذا فإنه يساعد في عملية إيش رفع المناعة بالجسم وتأثيرها على الجسم الإيجابي، بحيث أن المناعة تكون عالية وجيدة عندك. إضافة لذلك نجي على النوع الثالث أو المنتج الثالث، أنا ما أطيل الكلام عنه، أكثر المعلومات هذه تكون معروفة للجميع، ولكن أنا أحب أن أوصل معلومة أن هذه المكان من إيش تكون وشن هي. نجي على المنتج الآخر اللي هو رويال جل اللي هو الغذاء الملكي. شنو هو الغذاء الملكي؟ الغذاء الملكي عندما تأتي يعني الملكة وضع البيوت تقوم بوضعها في خلايا وتوضع في يعني جل خاص يسمى الغذاء الملكي، هذا الجل توضع فيه البيوت، هذه البيوت تتقدر تغذى عليها لمدة 3 أيام يعني البيوت، وبعد 3 أيام بعد 3 أيام الخلايا أو البيوت التي يراد منها أن تكون ملكات في المستقبل تبقى موجودة في هذا الجو. أما باقي النحلات اللي ممكن اللي يعني مخصص لها أو مقررة تكون عاملات أو ذكور أو غيرها تروح تنشال وتروح يعني تتغذى على خبز النحل أو باقي غذاء اللي هو ما يجوز إنه على هذا التصنيف طبقي أو تصنيف يعني ما أعرف أقول، بس يعني ما يجوز إنه اللي تصير ملكة تتغذى من غذاء اللي تتغذى منه باقي النحلات. من هذا نستنتج أولا أنه هذه تبقى إلى أن تصبح ملكة، إلى أن تصبح ملكة تطلع من هذا الغذاء. راح نلاحظ الأمر المهم جدا، أولا إطالة العمر، أن هذه البيضات اللي تبقت بهذا الجو يكون عمرها زمني أو عمرها يعني من 3 سنوات إلى 5 سنوات، هاي أول شغلة. شغلة ثانية كبر حجم الملكة، يعني نلاحظ أن الملكة دائما تكون كبيرة في الحجم ومميزة، فهذا يعطي كمية من المعرفة على أن هذه المواد الموجودة في هذا الجل أو هذا الغذاء تكون كاملة من فيتامينات ومعادن وكل وأيضا يعني الأشياء المفيدة لتفيد الكائن وأهميتها. إضافة لذلك يعني قلنا عمر الخلية عمر الملكة تكون من 3 إلى 5 سنوات، وأيضا كبر حجمها. لاحظ انه هي يعتبر انتي اوكسيدنت قوي جدا كما اثبتت كما حاله حال المواد الاخرى، اضافه لوجود البروتينات بشكل كبير جدا والامينو اسيد، ويعتبر انتي اوكسيدنت قوي جدا لتخليص الجسم من ايش من كل الشوارد، انه يعالج هذه المشاكل اللي ذكرتها سابقا وخصوصا بعض انواع السرطانات وخصوصا سرطان القولون، حيث انه يؤثر يعني يقلل تاثير البكتيريا والفيروسات ويقوي الجهاز المناعي. إضافة لهذا الشيء فإنه يقوي يعني أو يقوي من نشاط الخلايا الالتهامية اللي لها دور كبير جدا في القضاء على كل يعني الوافد أو نقول الفيروسات أو البكتيريا داخل الجسم، فشنت القوى الالتهامية ويكون نشاطها قوي جدا. كما ذلك يزداد نسبة الاستروجين موجود في الجسم ويقل التستوستيرون، وهذا يقوي البور اللي موجود في الجسم للذكورة. وأيضا من هنا ميزة مهمة جدا،
خصوصا للنساء ان هذه الماده اللي هي الغذاء الملكي يقوي بالخصوبه. يعني شلون النساء عندما يبلغن سن 45 تبدا عمليه الطمث ليش بالمحلال وثم تنتهي. هذا الغذاء يعطي تاثيرا مشابها لتاثير وجود هذه عمليه افراز البيضاوي في الجسم مكتسب بقوته وتعطي خصوبه قويه جدا للجسم. يعني طبعا وعمليه تكوين والانجاب تكون قويه جدا وفرصها اقوى بكثير جدا. وهذا يستخدم علاج يعني لقوه الاخصاب والانجاب واضافه كما ذكرت القوه والباور للرجل. يعني خلي بالك انه احنا الرياضيين دائما يحتاجون الى امينو اسيد حتى شنو البروتينات حتى يكون العضل، وهذا متوفر بشكل كبير وطبيعي من هذه الماده اللي هي الغذاء الملكي. اضافه لذلك هذا المستنتج انه يقلل من ايش؟ من العمر من الشيخوخه، يعني يبطئ من عمليه تكوين شيخوخه في الجسم ويعطي شكل مثالي يعني وجلد صحي. عفوا الحمد لله. ولهذا السبب فان تاثيرها قوي جدا من هذا الجانب. يعني يضيف شباب وديمومه ونضاره قوي جدا. كما اسلفت الذكر في حبوب اللقاح وغيرها فانه يساهم مساهمه فعاله مثل ما ذكرت في حبوب اللقاح ايضا في عمليه استشفاء الجروح الموجوده على الجلد لها اهميه كبيره. هذه معلومات عامه سريعه عن اهميه غذاء العسل واهميتها وضروريتها للجسم. اتمنى تكون تفيدكم يا ربي، واتمنى من كل اللي يشاهدني انه يقوم بعمليه الاعجاب والمشاركه للفيديو والمشاهده حتى تصل المعلومه لك والى غير الجميع ومن يحتاج الى اي معلومه او اي موضوع يمكن التحدث عنه. يعني مستعدين ويعطينا يكتب لنا بالتعليقات ويكتب لنا على الخاص وممكن ان نستفاد من بعض الى حد كبير. لهذا السبب اتمنى مشاركه والاعجاب وحياكم الله وانتظرونا في فيديوهات اخرى. السلام عليكم.